جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ماذا يلزم من كفر كفرا مخرجا من الملة، كفر جحود أو كفر عمل نعوذ بالله ثم تاب؟ هل يلزمه الغسل والنطق بالشهادتين؟ ثم ماذا يلزمه أيضا جزاكم الله خيرا؟ النطق بالشهادتين المرتد أو الكافر الأصلي أمر واجب لا بد منه، لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. فلا بد من النطق بالشهادتين للدخول في الإسلام للمرتد وللكافر الأصلي، ولا يدخل في الإسلام بدونهما. وأما الاغتسال فإنه مستحب عند بعض العلماء، مستحب عند بعض أهل العلم، فإذا اغتسل فحسن، لأنه يزيل عنه الأوساخ والأدران وينظفه ويهيئه للدخول في الإسلام والعلم عبادات، ويزيل عنه آثار الكفر. نعم.